الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الشريف وصحبه أجمعين. سيد العام المحترم، سيد الكاتب العام، سيد رئيس المجلس الإقليمي، سيد رئيس المجلس العلمي المحلي، السادة رؤساء المجالس والجماعات، السادة المصالح الخارجية الأقليمية، السادة ممثلي المجتمع المدني وممثلي المنابر الإعلامية، أيها الحضور الكريم، أود بداية أن أرحب بكم باسمي وباسم جميع عناصر الوقاية المدنية العاملة بالقيادة الإقليمية للصويرة، وأشكركم على حضوركم معنا اليوم في هذه المناسبة من أجل الاحتفال باليوم العالمي للوقاية المدنية الذي يتزامن مع فاتح مارس من كل سنة. تحيي أسرة الوقاية المدنية في ربوع المملكة هذا الحدث السنوي تجسيدا لتوصية المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني التي اختارت لسنة 2020 شعار مسعف في كل بيت، الإسعاف الفردي وأهميته في الحياة اليومية من أجل إغاثة الأشخاص وإنقاذ الأرواح، ومذكرة للدور البطولي لرجال الوقاية المدنية مع استذكار شهداء الواجب في سبيل حماية الأشخاص والحفاظ على ممتلكاتهم وحماية البيئة تحت شعارنا الوطني الخالد الله الوطن المدني. نجاهد من أجل اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وفي الأخير أود أن أؤكد أن جميع عناصر الوقاية المدنية من ضباط وضباط صف وأطباء وممرضين وأطر مدنية يجددون الولاء والإخلاص لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، داعين الله عز وجل أن يحفظه وأن يقر عينه لولي عهده الأمير مولاي الحسن ويشد أزره لصاحب السمو الأمجد المولى رشيد وسائر أفراد أسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.